يقول فضيلة الشيخ: كنا في البر وفي شدة البرد، وقام بعض منا بعدم الوضوء، قالوا تتيممون، هل عملهم هذا صحيح؟ إذا كنتم في محل بارد والماء فيه خطورة في استعماله من شدة البرودة، فإن كان عندكم ما تسخنون به الماء وجب عليكم ذلك ولا يجزيكم التيمم. وأما إذا لم يكن عندكم شيء تسخنون به الماء وتخشون من الضرر فلكم التيمم، لأن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سرية، كان يقود سرية فأصابته جنابة في الليل من احتلام، ذكر وكان الجو باردا جدا، ذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم رضي الله عنه صلى بأصحابه، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك أقره ولم يأمره بالإعادة.